السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نعمل القلقاس النهاردة على طريقة جدتي. بجد وصفة هتعجبكم قوي وسهلة جدا، مفيش أسهل من كده. لو لسه مجربتيهاش هتندمي بجد، وطعمها يجنن. ولا هي بقى في ناس مش بتحب القلقاس الأحمر وفي ناس مش بتحب القلقاس الأخضر، احنا بقى هنعمله بين الاتنين وبجد بيبقى نتيجته حلوة جدا. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما ننساش ندعي لإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم، اللهم امين يا رب، وداوي جرحاهم اللهم امين. يلا ندخل في الفيديو. لو لسه ما اشتركتوش معايا في القناه متنسوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس، ولو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله. القلقاس بقى من الحاجات اللي من الرز اللي بيليق عليه، يا اما رز بشعريه يا اما نعمل رز بقى البرام رز كده معمر في الفرن بيبقى حلو قوي. تعالوا بقى نشوف الطريقه السهله ديت هنعملها ازاي بسرعه كده. يلا بينا. في البدايه كده اهم حاجه طبعا القلقاس من الحاجات اللي هي الصعبه جدا في التقطيع، فناخد بالنا كده واحنا بنقطعها. فهقول لكم على كده حاجات عشان ما نتعورش بقى ونعرف نقطعها بسهوله. اهم حاجه ان انت يبقى معاكي سكينه تكون حاميه شويه وبلانشه كده او اي حاجه ثابته، وهتبتدي بقى تنضفي القلقاس بالطريقه اللي انا هعملها دي. ما نمسكش القلقاس بايدينا خالص لان بتبقى القشره بتاعته بتبقى جامده شويه. بعد ما نضفته بغسله كويس، ممكن تغسليه بعد ما تقطعيه وممكن تغسليه قبل ما تقطعيه، بس انا بحب اغسله قبل ما اقطعه علشان عشان ما ينزلش السوائل اللي بتبقى فيه ديت. وبعد كده نشفته كويس او ممكن نسيبه كده على الرخامه شويه قبل ما نقطعه علشان بيتزفلط معانا. ناخد بالنا لازم نسيب القلقاسه تنشف شويه بعد ما اغسلها. وبعد كده هبتدي بقى اقطعها نصين وابتدي اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجه زي ما قلت لكم السكينه تكون حاميه والسمك بتاعه ما يبقاش لا تخين ولا رقيق، يبقى سمكها متوسط كده الحجم اللي انت عايزاه. وبعدين كل واحده بقى كده قطعتها ممكن نقطعها لو صغيره على اتنين، ولو كبيره ممكن نقطعها على تلاته بالشكل ده كده. كده القلقاس يطلع معاكي بالظبط كده متساوي كده ومتناسق، وبعدين بيبقى لا صغير ولا كبير عشان يستوي معاكي بسرعه. كده بعد ما قطعت بقى القلقاس بتاعي، انا باهم حاجه طبعا في المرحله انتوا لو عايزين تخزنوه ممكن نخزنه بالشكل ده بنفس بعد ما قطعناه كده، ولا بنسلق ولا بنحط في ميه ولا اي حاجه خالص، بناخده كده في اكياس وبنشيله في الثلاجه في الفريزر ويقعد معاكي من استنى لاستنى. وبعد كده جبت بقى المرقه بتاعتي او شوربه كده تكون حلوه، وبعدين نزلت فيها بالقلقاس على طول، ولا قليت بصل ولا الكلام ده خالص. اهم حاجه يبقى عندك مرقه كده تكون حلوه وبعدين تحطي فيها بقى القلقاس بتاعك. والمرقه طبعا ممكن نحط بس فيها طماطم كده نضرب فيها طماطميه عشان تبقى لونها احمر كده وحلوه، هي مش هيبان طبعا لونها خالص بس بتديها طعم حلو. بعد ما غلى معايا القلقاس يعني غلوه واحده بس مش هزود فيه لان بياخد سوا كتير، ما بياخدش سوا كتير وبيتهري معانا، فناخد بالنا من الموضوع ده. جبت بعد كده بقى حزمه كده من البقدونس على الكزبره الاثنين على بعض، وبعدين حطيت عليهم معلقه من السمنه وحطيت اربع فصوص كده من الثوم يكونوا حلوين كده، وبعدين حطيتهم بقى على النار لحد ما يتبلوا. اول ما يبتدي الخضره بتاعتي تتبل بالشكل ده كده هجيب بقى الهون. الطريقه دي يا جماعه كانت طريقه جدتي الله يرحمها، ربنا يرحمها يا رب رحمه وسعه. يعني كان بجد القلقاس بتاعها والطبيخ بتاعها عامه كان بيجيب من اخر الشارع، وانا اتعلمتها منها بصراحه. وبعدين كانت تدق بقى الهون كده بقى الخضره دي في الهون. طبعا لو انتوا عايزين تضربوه في الكبه ممكن اضربوه في الكبه، بس الكبه بتنعمه قوي، انا مش عايزاه يبقى ناعم، فهو الهون كده بالهون بيبقى ايه، ولا هو ناعم ولا هو ايه، بيبقى حلو كده. نحاول بس ان احنا ننعم التون كويس. وطبعا اهم حاجه وانت بتقطعي الخضره قطعيها قطع صغيره ما تقطعهاش قطع كبيره يعني. وبعدين حطيت معلقه من السمنه تاني كده عشان هنزل الخضره دي ارجعها تاني، اديها تشويحه كده على النار برضو تاني لحد ما يبتدي لونها بقى يبقى اللون اللي هو ايه الذهب الغامق شويه مش ذهبي فاتح، ناخد بالنا بس خلوا بالكم عشان هو كده بيبقى بين المرحله ان هو يتحرق ويمرر، هيمرر معاكي القلقاس جدا. فانت ولا تحطيها اخضر ولا تحطيها محروقه، يعني تبقى لونها كده ايه متحمره، حسيتوا ان التومه اتحمرت معاكي والخضره كده ابتدت تتحمر. هنزل بقى بمعلقه، شايفين اللون ده كده هو ده المطلوب، هنزل بقى بمعلقه من الكزبره الناشفه بيديها بتديها بقى رد ريحه كده لما تتشوح على النار الكزبره بتطلع ريحه حلوه قوي، وكمان بتخلي القلقاس بتاعك طعم حلو جدا. نقلبها بقى على النار كده تقليبه، وبعد كده طبعا هتحسوا الخضره ان هي شويه جدا وما بقاش في خضره يعني، لا بس ما تقلقوش هتبقى مناسبه جدا للقلقاس. وبعد كده نزلته على القلقاس بقى الخضره دي، وهاخد بقى كبشه كده اهم مرحله بقى، ونرجع تاني في الطاسه اللي احنا حمرنا فيها الخضره دي، لان الشويه دول بقى البهريز الشويه دول هم دول اللي بيطعموا القلقاس بتاعي. اوعوا ما تعملوش الخطوه دي هتفرق جدا في طعم القلقاس.
وبعدين اسيبه بقى على النار يستوي، وما ننساش نزود شوية ملح، لان طبعا الشوربة بتبقى يعني الملح بتاعها يدوب، واحنا طبعا مزودين قلقاس، فنزود بقى شوية ملح كده عشان القلقاس. نقلب بقى على النار كده، ما نسيبهوش يستوي كتير زي ما قلت لكم. اول ما هنحس ان هو يعني بدأ يدخل في التسوية هنطفي عليه، علشان لو سخنته تاني هيتهري معاكي، فحاولي ان انت يعني تخليه بقى التسوية الاخيرة على التسخين على طول على الاكل، ناخد بالنا من الموضوع ده. وابتدوا بقى قدموه مع شوية رز بشعرية، بيبقى حلو جدا مع رز بشعرية. وبعدين بقى بصوا قدموا بالطريقة دي، بتبقى حلوة قوي الطريقة ديت، ويعني شكلها كده كمان بيبقى شكلها حلو قوي على اي سفرة كده. وبعدين بقى نرجع بقى نقلبها كده. انا حطيت بقى طبق في النص كده او سلطانية، وبعدين يكون بقى معاها طبق اكبر منها، وحطيت حواليها الرز، وهبتدي اقلبها بقى بالشكل ده. ونحط بقى القلقاس بتاعي في الطبق المقلوب ده في النص كده، شايفين بقى الجمال. قدموه بالطريقة اللي انتوا عايزينها يعني، بس بجد طعم القلقاس يا جماعه حلو قوي، والريحه طبعا شايفين بقى اللون، اهم حاجه اللون ده. انا بحب اللون ده ولا بحبه اخضر، في ناس بتحب تحط عليه سلق وده حاجه ترجع لهم، بس انا بحب القلقاس بيبقى كده حلو جدا. وفي ناس ما بتحبوش لونه اخضر، وفي ناس ما بتحبوش لونه احمر، في ناس بتحط عليه طماطم كتير وبتبقى يبقى لونه احمر قوي، فانا ولا بحبه كده ولا كده، هو كده مظبوط جدا. هو ده بقى القلقاس زي ما قلت لكم بتاع جدتي الله يرحمها، وان شاء الله لو عملتوه مش هتبطلوا تعملوه بالطريقه دي، هيعجبكم قوي. جربوه بقى وقولولي رأيكم، وما تنسوش بقى اللايك لو الفيديو عجبكم عشان نعلي الفيديو كده شوية، عشان ما نحسش ان تعبنا راح على الفاضي. وكل سنة انتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب، اللهم امين. يلا بقى اعملوا الوصفة، وقولولي رأيكم ايه في الكومنتات، وقولولي بتتابعوني من انهي بلد. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.